هنا الكرة وصلت لسلمى أماني، سلمى أماني لاعبة نادي مانس. هنا حنان أيت الحاج والهدف الأول، حنان أيت الحاج العرضية ممتازة، جول 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 جول، ابتسام الجريدي. هكذا البدايات، هكذا الانطلاقة، هكذا الفرحة، هكذا الجول براسية وهدف للتاريخ. ابتسام الجريدي تدخل التاريخ من أوسع الأبواب هنا في أديلايد الأسترالية. هكذا يكتب التاريخ، هكذا تسطر أمجاد الكرة المغربية ولو على الصعيد النسوي بأول هدف. نعم، ابتسام الجريدي في مرمى كوريا الجنوبية. شوف الإعادة، سلمى أماني حطت الكرة لحنان أيت الحاج والمتابعة ممتازة. ابتسام الجريدي حطتها في الزاوية البعيدة. 1-0 للأبوات الأطلس، 1-0 للنخبة المغربية.